الآن أريد أن أقول لكم سراً أو أسراراً سبعة، وأرجو أن تركزوا معي فيها، وهي معلومة مهمة جداً 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 لمن يريد أن يتقن مهارة التحرير. ما هي السبع خطوات للكتابة الجاذبة؟ ما هي السبع خطوات للكتابة الجاذبة؟ ركزوا ودونوا رجاءً. أول خطوة، فاجئ في كتاباتك، فاجئ في محتواك، فاجئ في كتابة عناوينك. المفاجأة عنصر رائع جدا للكتابة. فرضا قرأت عنوانا في جريدة: الديناصورات تعود مجددا للحياة. تخيل، الديناصورات تعود مجددا لهذه الحياة، فيها نوع من الصدمة. هذه الصدمة أريد أن تصل لها، لأنه هل يمكن أن تعود الديناصورات؟ في محتواك نعم، ممكن أن تكتب أن الحيتان هي حيوانات قديمة، أو القرش، سمكة القرش هي حيوانات قديمة تعود إلى عهد الديناصورات، ولكن لأن القروش أو سمك القرش اعتاد أن يتأقلم مع ظروف الحياة ويصغر نفسه، وساعده الذكاء الذي يملكه على أن يكون مع التغيرات الجيولوجية والتغيرات الطبيعية التي تحدث في الحياة، فاستطاع أن يستمر في هذه الحياة. لكن الديناصورات لا، الديناصورات لأنها لم تتغير ولأنها جامدة على شكلها لم تستطع أبدا أن تواكب وتتأقلم مع الحياة الجديدة فماتت. ممكن، وهذه على فكرة في دراسات قالت أو أكدت أن سمك القرش هو حيوان زامن وعاصر الديناصور. وهناك حيوانات كثيرة بطبيعة الحال، يقال كذلك أن البعوض من ضمن الحيوانات التي أو الكائنات الحية التي زامنت عهد الديناصورات. فبالتالي هذا العنوان يفاجئ الناس ويصدمهم. طيب، العنصر الآخر اجعله، أو العنصر الثاني من عناصر الجذب المشاهدين أو المتابعين، هو عنصر السؤال. اسأل. الأول فاجئ، الثاني اسأل. طيب، كيف أسأل؟ اجعل محتواك إجابة عن عنوان كتبته. مثلا القضية الحية الآن هي قضية، مثلا قضية ما بين السعودية ومصر في جزيرة تيران وصنافر، على سبيل المثال. لا نتحدث على الجانب السياسي أبدا ولا على الموقف السياسي، نحن نستشهد فقط، وأحب دائما الاستشهادات تكون حية، لأن الجدة في تقديم المعلومات هي أساس من أسس الكتابة والتحرير. مثلا نكتب عنوان من بعرض العناوين الكبيرة والكثيرة في الصحافة العربية تتحدث عن هذا الموضوع. مثلا: هل تذهب السعودية لمحكمة العدل الدولية لاسترداد جزيرة صنافير وتيران؟ مثلا لو أكتب هذا العنوان، أليس عنوانا جاذبا بجانب عشرات بل مئات العناوين تتحدث عن هذه القضية في الصحافة المصرية والسعودية والخليجية والعربية بشكل عام؟ إذا السؤال مهم جدا. اربط هذا السؤال باهتمامات الناس، حاول تربط هذا السؤال باهتمامات الناس. ما هي اهتمامات الناس الآن؟ مثلا نقول مثلا الوضع الاقتصادي، غالبا الوضع الاقتصادي أو وضع الأمن. مثلا نقول: متى يعود الأمن والأمان لسوريا؟ مثلا نتكلم عن الوضع في سوريا. مثلا: متى تعود الحياة لطبيعتها في دمشق مثلا وحارات دمشق القديمة؟ متى أستطيع الصلاة في المسجد النبوي، في المسجد الأموي في دمشق مثلا؟ هل يمكن أن أصلي في القدس؟ هذه الأسئلة في العناوين تجذب الناس لصناعة أنت تصنع محتوى في هذا النص. فمتأكد أن الأسئلة دائما هي، وعلى فكرة يا إخوان، ما انتشر وازدهر جوجل إلا لأنه يجيب عن أسئلة الناس، والناس دائما تبحث عن الأسئلة وتبحث عن الإجابات لهذه الأسئلة. فلذلك محركات البحث دائما لها قوة. بالأمس يا أخوان، جوجل تشتكي من مشكلة ومعضلة تواجهها الآن، وهو أن متابعينا يبحثون داخل الشبكات الاجتماعية عن كلمات ومفردات ومصطلحات يريدونها، وهذا مشكلة. يعني اليوم فيسبوك أتاح منصة للبحث
في تويتر بإمكانك أن تبحث عن كلمة أو معلومة أو شخص أو حساب. جوجل متخوفة من هذا الموضوع، فالموضوع البحث موضوع رائع، فأنت دائما أجب عما يبحث عنه الآخرين.